فضاء زوين للترفيه للدراري، ما كنلقاوش فين نديو الدراري، وكنشوفو حتى حنايا بنفسنا حنا كبار، حتى حنا كنخرجوا كنشوفوا العيالات كنبركوا كنفوجوا كنشكروهم على هذه البادره اللي داروا لينا. منطقه الهراوين ما كانش فيها بحال هذه الفضاءات اللي للترفيه للدراري الصغار. الا بغيتي خاصك واحد المسافه وخاصك ترونسبور والوليدات. يا الصراحه هذه البلاصه اللي داروا لينا زوينه بزاف بزاف، وكنخرجوا حنا اصلا ما كناش كنلقاو فين غادي نلعبوا، ملي لقينا هذه الجرده ولينا كنجيو نلعبوا فيها، وكنتلاقاو مع اصدقاء جداد وكنمرحوا فيها بزاف. كنا كنقطعوا مسافات بزاف، نقدروا نمشيو للشطيبه باش حتى كنشدوا طوبيس عاد كنوصلوا تما، اولا كنمشيو لسباته. اصلا هذيك البلايصه اللي كانوا فيها جردات ما كانتش زوينه بزاف. يا الصراحه شكرا لهم بزاف بزاف حيت داروا لنا هذه الجرده. صراحه هذا البروجي هذا من احسن البروجيات اللي داروا في هذه المنطقه النائيه ديال الهراويين، وزعما هاد الناس داروا واحد المتنفس زوين في اللعاب ديال الدراري الصغار، حاجه ترفيهيه ديال الوليدات. هنا غادي يكون مركب ثقافي، وهنا غادي تكون واحد الجرده هنايا. زعما صراحه هاد الشيء اللي داروا هاد الناس هادو، هاد المسؤولين اللي داروا هاد الشيء هذا تبارك الله عليهم، ولكن مثلا باش خاصها شي حوايج اخرين مثلا اللي خاصو يتزادوا ان شاء الله. خاص الاناره هنا تكون فيها بالليل، وخاصها ثاني واحد الكرياج هنايا يكون فيها، ماشي عايل حاجه اخرى، حيت غتولي هنا مجمع ديال التشرد الا خلاوها بدون سلك ولا بدون، غادي يكون مجمع ديال التشرد. تبارك الله ما شاء الله، الله يرحم لهم والديهم، فرحوا الوليدات الصغار وفرحوا والديهم. عجبنا الحال، الوليدات ديالنا نجيبهم يلعبوا ناشطين بخير الحمد لله. كان ناقصه بزاف هذا الشيء، بعدا الوليدات تيجيبوا هنايا بعدا يبقاو يلعبوا بعدا تفوجوا الوليدات شويه، ماشي بحال كما كان في الاول. ودابا كنوجه النداء لهاد الساكنه هذه باش يبقى هذا الشيء هذا زوين لوليداتهم ولوليداتهم وكل شيء، يبقاو هذا الشيء هذا كل شيء الحمد لله في احسن ما يرام.